شي كيحيدوا ليه وشي ما كيحيدوش، شنو حنا غادي؟ هو راه مزيان، حنا مع القانون، اللي دار القانون هي اللي كاينه، ولكن خصها تكون على العموم، ماشي واحد يحيدوا ليه واحد لا وغاده، فهمتي؟ حنا بغينا، حنا مع المخزن، اللي قال المخزن هي اللي كاينه. بغينا نعرفوا حاجه واحده حنايا، هما المحلات هما حيدوا البيصان وغيديروا لاطيراس اللي تيتجمع، وني حنايا هما الكرارس اش غنديروا؟ الخليفه قال لي، مشو نطلبوا، مشو نخطفوا، مشو نبزنزوا، هادشي هادو هو الدومين، مابقاوش باغي يبعدون. دابا حنايا، دابا انا 3 سنين ونص مبومبي ما رجعتش للحبس، بغاو بنادم يدير، شنو هو الحل؟ هذا هو اللي بغينا نعرفوا حنايا، بغينا نعرفوا حل واحد، مني غنحيدوا من هنايا فين غنمشي؟ ما يبقى بنادم ملاقي ما يدير، حيد كروسة ديال الدفيع اش غدير؟ ها هما الكراس اللي عاطين في مبادرة وطنية، ها هما مخلصين عليهم 70,000. وني بغيت نعرف حاجه واحده، ملي غيحيدوا لنا حنايا من هنا دوك الكراس ديال الدفيع عشان ترزقوا فيهم الله، اش غنديروا؟ عطونا البديل، عطونا البديل فين نترزقوا على الله، واي حل بغاو يديروه نديروا معاهم مرحبا. واش كاين شي واحد غيعارض القانون؟ ما يمكنش، القانون تيبقى فوق من كل شيء. وني حنايا بغينا نستافدوا، حتى حنايا بحالنا بحال عباد الله، واحد عنده محل، وني واحد مسكين عنده كروسه، اللي عنده جوج وليدات وثلاثه وكاري وبزاف د الحوايج، اش غيدير؟ ها باش غيوكل وليداته هما الاولين، عاد قلب عاوتاني، راه بنادم غيولي يخطف ونوليو نقتلو في بعضياتنا. معاك هذا هذا 14 عام ديال الحبس، 14 عام ديال الحبس، وما عندنا حتى حل. امي ماتت كش مسدوده، انا كروسي ما واخدهاش، مقيد امي كش مسدود، كروسي ما واخدها. هاد الحمله مزيانه اللي دايرين مزيانه، ولكن دابا هاد مولي الكرار سيديروا لهم محالات. عباد الله راه غادي تموت اصاحبي، راه والو، راه ما كاينش اللي ما كيصورش هنايا، باش غيدير ولادو؟ اللي كيصور الفريال 20 درهم غيديها لولاده، واش غيمشي يموت يمشي يخطف؟ راه ما كاين والو، كاينش البديل اخويا، ديروا لنا الناس تاويل ديال الخير اخويا، والله الله يفرج على اي واحد.